صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس اليوم ينادون بمنع زواج الصغيرات من النساء، ويطلبون أن يكون حد سن الزواج الأدنى 18 سنة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا قول باطل، رده الكتاب والسنة والإجماع. يجوز أن تزوج الصغيرة إذا كان هذا من حظها وأصلح لها، يجوز أن ليس لزواج المرأة سن معين. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وبنت 6 سنين، دخل بها وبنت 9 صغيرة، والله جل وعلا قال: وأنكحوا الأيام منكم، هذا مطلق، لم يحدد سن للزواج، لا للزوج ولا للزوجة، لم يحدد. ما دام أنه أيم ليس متزوجا فيزوج حماية له، فتحديدهم الزواج للسن هذا قول باطل ولا دليل عليه، وهذا تعطيل للزواج في الحقيقة، هم يريدون يعرقلوا الزواج، فهذا من جملة ما يعرقلون به الزواج. نعم.